على التعليقات حقت التاج. اي والله العظيم. وانت يا عبد الله؟ انا ماني يعني انا مع هالراي، انا ما ادخل واجد، ما ادخل لكنه مو بواجد يعني. لو تعطيني جوالي يمكن ما دخلت. شوف تدري ليه؟ انا ما عندي وقت. انا اذا جاني الجوال ابدق على امي، بدق على ابوي، بدق على اخواني، بدق على ما يمديني اسكر الساعه اللي هم معطينا، ما يمديني اسكر. الا مهم اقول اني باخذ على طول، تعطيني جوالي على طول ادخل واشوف التعليق واشوف اشوف اشوف. انا ما عندي وقت، انا بكلم اللي لهم حقين علي. ابى ادق بس اذا والله، وان شاء الله ان امورنا زينه. لا ان شاء الله ان خير. واحد قال من الجمهور ان لهم كلها زينه، احنا مقدمين ان شاء الله اللي يرضي الله ثم يرضيهم. بس انك ضارب. وانت يا سيف؟ بالله انا لا اعطونا الجوال ضارب ساعه ونص ساعه من عنده ابو عبديله. يمديك اولا تكلم هلك، انا اشيك على اهلي، اشيك على الشيوخ الصغار، اشوف علومهم قبلهم، اكلم اهلي ابوي وامي. الامور تمام، مكالمات سريعه، عرفت؟ بقى معي وقت يا طول العمر، بيجيك فضول تشوف التاج، تشوف هو بتدخل. بس احنا نتكلم للامانه ولا اقطع واردك، انا اسمع قبل ادخل هنا. ترى في تعليقات سلبيه، الرسول صلى الله عليه وسلم ما اجمع عليه كل البشر، الله عز وجل هو خالق البشر، ما سلم. فمن انت يا سيف او من انت يا فلان؟ فبدا يمهدون، خاصه اخويا اللي قد شاركوا قبل، انك بتشوف تعليق. المشكله مو هو بمن انت، الله يجعلني ابداك يا ابو ثقل. لا انت بس المشكله سواء جبن بالعسل على خشم عسل نجومه، اهم شيء اكيد. وفي عسل مثل نجومه اصلا ما ندري فيه. ها لا وعرف معنى السؤال، ما بمعنى ما فيه. انا ما ادري جبن، ركز على الاسم بس. لا ادر اقول لك اسلم يا سالم. خاف التخم؟ لا ما يتم التخم، ما يتخم عسل نجومه، ما يتخم. لا نجومه ما تتخم، خلاص لا تكثر جبنها ولا عسلها، ما غير طيب. شيء بسيط. الله لا يهينك وجعل يخدمونك عيالك المال والبنون رجال. لا فدا. المهم اقول لك، تدخل يا طول العمر تعليق ايجابي، لا اراديا تبتسم، تعليق سلبي انا اقول لك لو اني ما اخذت النصائح دي ممكن اني تلقاني اوقف عند التعليق ذا واقول ليه يقول كذا. بعضهم ما هو بينتقدك على اللي تسويه، ينتقدك كشكل، ينتقدك كفهمت. فوالله اني صرت اقراها يا ابو علمان ولا اقطع وارد، صرت اقراها سريع 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 كذا. يلا سلموا الجوالات، طق عطه، قسما بالله ولا حرك شيء. طيب قول لي لا الله. المشكله اسمعني بدري، المشكله ما هي فيك وانت اقرا. انا حتى لو انهنا اضرب مثال على نفسي، انا ماني براضي اني اعلق تعليق سلبي واحس لي خاطر واحد يمكن انه ينكسر خاطر على هذا التعليق ولا هذا الكلام. والله العظيم اني صادق قسم بالله يا اخي، حتى انا اذا ما عجبني شخص، خلاص تعدى. انت ما انت مجبور عليه ولا انا مجبور. انا ليش اروح اقول لي كلام يمكن اكسر خاطره فيه ويصلي ركعتين ويقول الله يجعل اللي علق التعليق هذا؟ ما بالك بناس يسوون حسابات ويدخلون على ناس ويتكلمون فيهم ويضرونهم ليه علشان يكسر خاطره ولا ولا؟ والله العظيم ما ادري شو لاني دام جاء طاري بعد اذنك يا سيدي. لا بس ترى نقطة مهمة، لا تنسى، خل يمكن كشخص لا تنسى يا اخي امه، يا اخي اهله، يا اخي يمكن هو يتحمل الرجل هذا، لكن يا اخي تكسر خاطر على ما قال امه اهله. والكلام هذا مو بعلانه بس يعني، على احنا نتكلم عن بشكل عام. انت قلت حاجه يمكن والله ما احنا مجبورين نقولها، وان على قولتهم يعني وصلت خير بركه، ما وصلت احنا في النهايه في برنامج نتحمل كل شيء. ممكن قد سولفنا تحت الهواء وجاء منكم عتب، وين سيف الاول؟ وين سيف اللي يسولف؟ سيف اللي يقطع السوالف؟ سيف اللي قلت لكم انا حاولت اهدي الرتم شوي، لاني ما هو انا اللي ضايقت، وانتم عارفين الموضوع اللي قلتكم اياه. انا يا طول العمر المضايقه وصلت ان الوالده احيانا تقول لاخواني اقروا لي شوفوا سيف وش سوى، فاقروا لها التعليقات اسلم جعلني ما تسيك. اهلي في البيت، ولدي سلطان، يعني وش شعورهم يشوفون تعليقات سلبيه؟ او اكون معكم صريح، التعليقات اللي سيف تغير،
سيف ما هو مثل اول سيف هذه اتقبلها لكن انا اتكلم عن اللي توصل والله ان شاء الله اذا جاء الجوال لأوريكم الخاص تنصدموا توصل درجه القذف ليه علشاني بس قلت البث نبيه بدري عشان نام بعدين تعليقا على سالفه البث امس ابو سلطان قال البث يتقفل بدري لان فيه ناس عندهم مدارس ودوامات بس سبحان الله ما تقبلوها من سيف يتقبلونها من ابو سلطان هي نفس الفكره نفس السالفه ترى احنا كنا نتناقش في موضوع ما سقطنا على بالنسبه لك انت يا سيف انا اقول لك انت الانسان اللي ما هم يعرفونك على الصعيد الشخصي اننا نعرفك والله العظيم ان ننبسط اذا جلست عندنا جعل والديك في الجنة واذا ذبيت ننبسط واذا ضحكت معنا ننبسط وفوق ذلك انت على البث تقيد شوي تقيد مع انك داخل هناك اقسم بالله انك شنيع صراحه انتوا فهمتوا ليش انا قللت بطلب من لبيك تم انك تبيح منهم والله يسامحهم دنيا واخر انت تدري اني ما ارد عليهم اساسا الله يبيضي. والله اني ما ارد الرد عاد اكيد انك ما ترد بس والله اني ما ارد انك تبيح منهم تدري ليه لاني لو ارد يمكن اني اصعد الموضوع معه او ممكن اني يعني بين قوسين اللي يغلط شوف